عشان ما نتعب كثير. احنا من هنا بنتكلم عن منو؟ زول ما عنده اي علاقه بما تعتقدون. والله القرية قال الشريعة الإسلامية دي ما صالحة لكل زمان ومكان. كان الزمان وخلاص أصير ما بتنفع. شغل مقطع اثنين. لكن الشريعة الإسلامية ما صالحة لكل زمان ومكان. الشريعة الإسلامية صالحة بس للعام السابع الميلادي والقرون الثلاثة مما هي مسلم. يا سلام عليك يا أخي. ها؟ قال ما صالحة بس صالحة للقرون الثلاثة بس. للقرن الفئة والقرون الثلاثة بس. ما صار هسه. تعرف الكلام ده يعني شنو؟ طبعا الشريعه الاسلاميه له الدين كله، قران والسنه، هاي اجي اعرفها تعريف من راسه. قول الشريعه الاسلاميه قال هي التشاريع التي ناسبت القرن السابع الميلادي، رواه منو؟ التعريف ده رواه منو يا اخواننا؟ نجروا كرت هسه نجروا. يا اخي ربنا قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم عليكم ولكم. هنا اللي منو الخطاب؟ مسلمين لحد بتيل يوم القيامة. قال وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أمور الدين والدنيا. أمور الدنيا عندكم معروفة، التوحيد أهمها أساس الإسلام، والعبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج والأخلاق وكله موجود. أمور الدنيا كلها الطب كله موجود في القرآن. قال قتادة والسلف أيضا غيره من السلف قال جمع الله الطب كله في نصف آية. وأي طبيب عندك أسأله من النص الآية اللي ذكرها السلف دي. قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لو زول عمل الثلاثة حاجات دي ده بيكون عالج نفسه من الأمراض كلها. تاكل ما تجوع. ناس اللي عندهم نصران وغرحة وما عارف شنو معدة لأنه جعانين. تلقى سوداني مزينة تعبان ما يفطر إلا الساعة ثلاثة وبيفول. يا هو معدته دي بتكون انتهت مرة واحدة. وكلوا تاكل واشربوا ولا تسرفوا. ده يقول لك اكل كثير لحد ما يشوف قصه شنو؟ او تخن حتى لو ما بيساوي لك الوراثه تخن. يقول لك شنو؟ يقول لك قصه المعده. الله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. اي دكتور بجد طبيب جد ومنصف والله يعلم انه النص ايه دي نص ايه ما هي كامله. دي جمعت الطب كله. بعد ذاك في التفاصيل علاج العين النبي قال الكمأة ماؤها شفاء للعين. قال عليكم بالإسمد المروح عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. العسل شفاء لأي مرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بألبان البقر فإنه شفاء لكل داء وإنها ترم من كل الشجر. الحبة السوداء دواء لكل داء وفي رواية شفاء لكل داء إلا السام. العرنيين جعيانين وعندهم حمى المدينة وتو المدينة. النبي قال لهم أمشوا أشربوا من ألبان الإبل وأبوالها فشربوا فصحوا وسمنوا. الذبابة لو وقعت في الإناء تغمس زيادة وتمرقة فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. جاءت أثبتته هسه طبيبة ألمانية والجماعة الأنكروا سكتوا.